دم 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 إلى هوبا دم 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 تصريح من خط السير. اشرب وهيس وانسى البوليس. حصلوني. ادي عزتك الكذب. قلت لي بقى مين اللي مشغله؟ ما انا قلت لك يا باشا قبل كده مين اللي مشغله. ما تفكرني. العجوان يا باشا. واللي اسمه سامي ده ملوش دعوه باي حاجه، ده منظره بس يا باشا. كده فكرتني. بأمارة قلت لك انه قريب ابو عجوه. صح يا باشا، بس هو ما يقربش لابو عجوه يا باشا. العجواني حاجه وابو عجوه حاجه تانية يا باشا. باذن انا بقى يا باشا اخلع قبل ما العجواني يجي، احسن لو لمحني هيلبسني اسود اكتر ما انا لابس يا باشا. باي باي استك. باي باي يا باشا. اديني 10 دقايق وبعدين تهجم بكل قوتك. حاضر يا فندم. ميغا ميغا السبايج هيبقى سايل المطر. يا عم خليك مطر عشان نهبط. صح ايوه دي قلتها. نقبض مش تقبض. هجيب سماعه وجرب لي الموبايل. طب يا ابني ليه البعثه دي؟ شفت بالك يا عاصم؟ الجهاز بيحمي الموبايل من الاتربه. ثانيا السماعه بتحمي الواحد من الاشعاع. ثالثا انت ما عندكش موبايل. اتفضل يا باشا. شكرا. احنا ما عدناش مده في المحل ده الا ما استلفنا منها. عبد الحق شكلنا وحش قوي قدام الستات. عندك حل تاني؟ ابيع الموبايل. انت فادت حد؟ العده
يلا عجواني العزا خلص. على فين يا حبيبي؟ على فين؟ على النادي، هناك بيقدموا وجبات غذائية مفيدة. لا يا باشا انا واكل ومية مية، مش عايز. مش عايز؟ ده انا جايب لك بدلة التشريفة معايا، قصدي بدلة النادي، انت وحبايبك اللي معاك دول. نكتة حلوة قوي، والتهمة ايه بقى المرة دي؟ التهريب والتجارة في الطرب، قصدي الترب. انا زبون هنا ومليش دعوة بأي حاجة. احنا عارفين ان المكان ده بتاعك، وان سامي ده وجهه وبس. سامي؟ سامي مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. احنا عرفنا كل حاجة. من أستك؟ أستك؟ أستك مين؟ أنا أول مرة أسمع الاسم ده. إيه ده؟ هو ده البن المحوج؟ إيه؟ أعمل لك فنجان؟ اخرس! يلا قوم معايا أنت أهو. على فكرة أنت كده بتضيع وقتك. أنا أضرب وقتي منك، المهم أنت تدور على محامي شاطر. محامي واحد بس؟ أنا معايا هيئة محاميين من جامعة القاهرة ومن كامبريدج ومن السوربون، مش كده يا أنح؟ كده يا ريس. سيارة الشنطة دي كمان الأفق. اطلع قدامي قدامي زكي ابوني. سيارة كده خلاص اتقطع عشنا. انا جات لي فكرة جنة. فكرة ايه؟ هبيع الموتوسيكل. تبيع يا اخويا الموتوسيكل ده ورث. هنبيع الموتوسيكل وندخل السباق وهفكرك عنتر هيعمل ايه. يلا زق زق زق. صارتك عنتر عنتر عنتر. اوعى يجي لك عنتر، كل اللي راهم عليه شبهك من بني عبس. شايفوك؟ نعم. انا جات لي فكره. فكرتي ايه؟ ما الموتوسيكل راح خلاص. انا بس عارف يا خسرت الموتوسيكل. انا اطوعك ليه؟ اطوعك ليه؟ نفسي افهم. ده انا لسه لحمه امبارح كان فيه خرمين. يا خسرت اللحام يا خسرت اللحام. انت ما انتش عارف الموتوسيكل ده ايه بالنسبه لي. ده ورثي الوحيد عن جد الله يرحمه. الله يرحمه. عايز الموتوسيكل. هفتح لك عجلاتي في نفس المكان اللي كان فاتح فيه جدك. مش محتاجين الا تاني ليله. ماشي. مساء الفل. خطوبه طهور سحور اي حاجه. دي العمليه مجنطه خالص. ماشي حسن. بقول لك ايه يا حسن؟ قول. استنى استنى. هنا رياض في ايه؟ انا تعبت مش قادر اكمل والله. جعان وتعبان يا حسن. وبعدين عندي مغص وحس ان الكلى ابتدت تشتغل عليا. مش عارف انت لو تسمع كلامي احنا نعيش في البلد دي ملوك. ملوك؟ ملوك ازاي ان شاء الله؟ انت عارف قشطه اللي نزلوها في السباق دي على اخر لحظه. الحصانه دي ما كانش معمول حسابها في السباق، نزلت وهي اللي قشت. لو انت عايز تراهن على قشطه، القشطه دي اللي هتقشطها على الاخر. يا جدع انت ما حرقتناش حاجه نبيعها. لا احنا الهدوم يعني عشان تستريح وتبيعها. يا عم تقلع هدومك ايه؟ ده انت صاحبي اللي طلعت بيه من الدنيا دي كلها. ايوه ايوه الشويتين بتوع فيروز دول انا فاهمهم. قول عايز ايه؟ هات من الاخر. لا في عندنا حاجة كده يعني مش محتاجينها، لو رهناها هتفك أزمتنا. احنا عندنا حاجة مش محتاجينها؟ ايه دي؟ الساكس وترومبت. ده انت طرقعت على الآخر. ولو جالك شغل هتزمر بإيه؟ بمناخيرك ولا بوقك؟ تعال بس تعال. هاجي فين يا جدع؟ ايه مفيش حاجة النهاردة؟ انت تاني ان شاء الله جنازة حتى. صحيح اللي اختشوا ماتوا. حبيبتي يا عسل يا مدندشه. ازيك يا ابله فضيله؟ استحملت انا السبت اللي فات عاصم. ما انت عارفه روحي بقى، انا ما منعنيش عنك غير الشديد القوي. طبخت له كل اللي عايزه الحلو والحادق. والحادق ده لسه موجود؟ كنت فين يا عاصم؟ كنت فين يا عاصم؟ يا اخي ما احنا كنا مع بعض. الله انت تنسى ولا ايه؟ اصل الواد زكي تعب جات له الكلى والكريزه بقى. مش هقول لك نقل دم وقصه قصه. صح نقل لي دم منه عشان كده دمي تقل شويه. ما انت عارفه روحي بقى احنا فصيله دمنا واحده. اوه 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 اوه. هنكون في فندق خمس نجوم في الغردقه، واكلين شاربين متنيلين. ها؟ لا لا ما تخافيش عليهم، هيكونوا في مسؤوليتي.
ها؟ تاني هما بنتين ساكس وترومبيت، هي اسطى ابو زيد. نعم انا مين؟ انا مازن. مازن قفلت السكه. ايه ده؟ دي اصلها كانت في العلوي قوي ووقعت، جالها انهيار عصبي بعد عنكم. ايوه يعني احنا كده ناقصنا بنتين. ما تكلم الست هوانم. المهم في شغل لينا ولا لا؟ طبعا عندنا طلبيه ترومبيت وساكسفون. ترومبيت؟ مش كده يا صفية؟ ايوه يا فضيلة. يا صفية هو انت هنا يا حياتي؟ طب الشغل ده فين؟ الله يرحم زمان والفنانين كلهم بتوع زمان. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه بس دلوقتي؟ كان لازم يعني واحدة تتجوز والتانية تخلف والتانية تعتزل. انا عايز الحق الاتوبيس. وانت؟ انت يا زفت الطين اللي اسمك راضي، انا عايز افهم كنت فين بقى لما واحده اتجوزت والتانيه خلفت والتالته اعتزلت؟ ها؟ انا خلاص مش طايقاك ورمت منك، انا قررت افصلك. وانا موافق يا ست نهايه، بس لازم تبقوا عارفين حاجه، انا بشتغل مدير فرقه مش نادورجي. يا سلام يا خي، النادورجي قال ايه؟ وبتعمل ايه في اسكندريه؟ واضرب يا ستي، اتعادت مع صالح الانونجي. هو صالح الانونجي عمل فرقه؟ سامح منال، نبيل ناجي، حنان واختها، حنان واختها، بس لقيتها. ايه رايكم في حنان واختها؟ مين حنان واختها؟ حنان واختها انا قريتها كده زي عمر ودياب، دي عليها حته رجل حنان واختها، ده مقاس جزمتها 45. يا حضره مدير الفرقه، حنان واختها بيجهزوا لدخول اختهم الكبيره، بس حضرتك ناسي. انا بقى عندي راي، نقفلها ونجيب ظرافها ونبطل شغل. يلا يلا يا استاذ رامي، وما تنساش ميعاد الاتوبيس بكره. مساء الفل. مساء الخير يا باشا. احنا كنا جايين عشان الشغلانه بتاعت الغردقه دي. ايوه انا مازن. وانا زكي. وانا عاصم. حد قال لكم انا عايز قرود؟ يلا يا فوق هتجوز سعادتك. بس قرود ايه؟ مش حضرتك عايز ساكس وترومبت؟ ايوه الالات مظبوطه، بس انتوا لا. واحنا لا ليه يا فندم؟ ايه الغلط فينا يعني؟ هنلخبط الباتي على السيكه ولا هنعمل لك صبا ونقول لك ده جاز؟ جاز ايه يا ابني انت؟ حجاز. شكلكوا كده ما ينفعنيش. حكايه الشكل ده، احنا هو الله يا ابني، هتبقوا بنات؟ لا بنات صعب قوي. بنات ايه؟ هي دي فرقه بنات؟ ايوه يا سيدي، ايوه فرقه بنات. ها اتطرقوا بقى بعد ما اللي بتعملوا فينا فضيله وصفيه. هنبقى ستات على اخر الزمن. اضل ناقص. لا علم حضرتك يا باشا، احنا لو بقينا بنات هنبقى بنات كده، بنات افكار، بنات لوس. وايه اللي ناقصنا يعني؟ باروكتين وبالونتين وبدل البدل جيبات وفساتين، ونرقص لك رقص ولا اجدع رقاصه. تعرف عاصم ده لما يتقصع ولا فيفي عبده؟ باشا زكي يا باشا بقى في القصير، مش هقول لك. حبيبي يا عمر، حبيبي يا عمر. صاحبك سخن شويه. ونسمي نفسنا عصمت وزكيه. ايه رايك يا عصمت؟ عصمت وزكيه؟ يلا شكينا يا باشا. يلا. على فكره فرقه انهام الليل عايزين ساكس وترومبيت الليله ب 150 جنيه. موافقين يا باشا، والله العظيم موافقين. موافقين ايه؟ انت عارف يعني غام الليل دي ايه؟ دي الفيوم تروح على 150 جنيه. وايه يعني 150 جنيه؟ نرجع الموتوسيكل ولا اقول لك ياض احنا نراهن بيهم على قشطه؟ بس مش هراهن على حاجه خالص. ايوه يا شمشمه. يلا عملت ايه مع البنتين بتوع محاسن العلمه؟ بالحق. واحد دلوقتي هنسافر الفيوم ازاي؟ ده سفر يابا. ما تقلقش، تعالى بس تعالى. عملتوا ايه يا بنات؟ عملنا كده اهو. يا لمورة هتسهر فين النهارده؟ لا النهارده في فيلم هايل في التلفزيون. ذمتك يعني مش عايزه تمشي شويه على النيل كده مع بعضينا؟ لا ماليش مزاج ومش عايزه اتمشى. طب كنت عايز العربيه النهارده. عربيتي يا ندل. النهارده بس.
النهارده بس. بس النهارده بس يا عزم يا عسل عسل من عسل يا بنت انا عسل 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 عسل. بقول لك يا عسل ما تسيبك من البنت الفضيله ديت وتسيبها لنا شويه. ايه طبعت ولا ايه؟ البنت عجبتني صراحه. فرق برج عندك ارض تهوى انا ارمي اللي في ايدك على الارض ارمي. حط ايدك في دماغك في دماغك. هو احنا اسرع حرب لا مؤاخذه يعني؟ انت هتستهبط؟ لا انا بسال يعني. فتش وما دوكش. معاكوا سلاح؟ سلاح يا حضرت احنا على فكره انا ذكي. انا ذكي ذكي بلعب ساكس. اثبت. انا عاصم. لا انا اللي ذكي. انا عاصم. انا عاصم بلعب ساكس وانا بلعب ترومبت. ولو حضرتك مدقك الحكايه ديت احنا ممكن نعتذر. بس الكتايه لا نصحيه. تعمل ايه هنا انا؟ جايين ناخد عربيتنا. فين دي عربيتك انا؟ انهي عربيه؟ انتوا مش عارفينها ولا ايه؟ لا مخدودين بس. يا دي علي. يا علي انت بتجرش عربيات من ورايا انا؟ معقول يا باشا؟ احنا عربيتنا الفولكس الحمراء اللي واقفه هناك دي. ايوه الحمراء اللي هناك واقفه فولكس. خد عربيتك وخلاص انتهينا. تعال دوكس. تعال يلا بابا. ايه الجراش ده؟ طلع معاك الاقصى طلع بره اطلع في الترابيزه دايما. والله زمان يا استك. ايه يا ولد لسه بتمط ولا بطلت مط؟ عجواني انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني جاي ارد لك الجميل. بقول لك ايه صحابك اللي انت بتحكي لهم كل حاجه بالتفصيل ما لقيوش الصندوق. انا ما اعرفش اي حاجه على اللي انت بتقوله ده. بقولك ايه تاخده؟ في ايه يا خساره يا استك. ثلاثه دام ما دام غير وجع الله. انا بقى اللي هلسعك المره دي. باي باي يا استك. بلاش عجواني. خد يا لك وهو ما شفناش اي حاجه خالص. انت شفت حاجه؟ عشان الناس اللي ماتوا دول انا ما كنتش هنا يا باشا. وبعدين مؤكد هم يستاهلوا، هم ناس وحشين. احنا ما شفناش بعض قبل كده؟ مش احنا كنا جايين ناخد عربيتنا وماشيين على طول. تاني عربيتنا هي مش عربيتنا، هي عربية واحدة اسمها فضيلة. أنا ممكن خمس دقايق أجيبها لك ونخلص الموضوع ده، يلا يا عاصم. بقول لك استنى منك ليه؟ احنا صحيح رايحين فين؟ احنا رايحين بعيد خالص يا باشا. مش عايز ولا كلمة. احنا مش هنتكلم خالص. ولا هنتنفس. أنتوا فعلا مش هتتنفسوا تاني. هوبا بليس يا ريس. يلا خفيف انت وهو. هوبا وضح علينا كل ده حين دم. طب انا مش عايزه ورا الدم دلوقتي. اعرفوا مكاننا وفصيله دمك معروفه اهو. هوبا هو انت موديني على فين؟ ابعد مكان نقدر نوصل له. يا عم انت بتوهم هم ولا بتوهني انا؟ انت ما تعرفش الناس دي؟ يعني انت اللي عارفهم هتعمل لي فيها رأفت الحجان دلوقتي؟ بلغ البوليس. استنى معايا كارت. لا من ناحية السهم من ناحية السهم يا بوعه. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش بتبلغ البوليس؟ بوليس احنا قدهم. طب خلاص يلا نخلع. يا عم نخلع ايه؟ ده احنا هنحلق. اهدى بس. نحلق ايه؟ ايه؟ الو؟
استاذ مازن، انا سمعت ان حضرتك عايز اتنين، واحده بتلعب ترومبت وواحده بتلعب ساكس. ايوه ايوه، اوكي 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 اوكي، باي باي. هما بيمشوا ازاي بالحاجات ديت؟ بتهيالي كده محتاجه تدريب. بيمشوا كده كده. طب انا بردت، في سلهوب هوا داخل من تحت. يا اخي ما كل الستات ماشيه اهي، في حد مات؟ حاسس اني عريان والناس كلها بتتفرج عليا. دي منظره كده حد يبص عليها؟ يا بنت ما تتفرج. يلا هنا خالي. ولا بلاش يلا يا سكرة. معقولة؟ دي حاجة تانية خالص. بقول لك ايه، اهدى ايه؟ لما نبقى نروح الغردقة ايه العزبالة دي ونرميها، ولما ترجع راجل اعمل اللي انت عايزه. انا خايف من حكاية الستات ديت. ليه خايف ليه؟ ما حدش قالك تحبل. احبل؟ دي اللي مش ممكن تقنعني بيها ابدا. بقول لك ايه، هضل ناقص. استني بس، معنى ايه؟ العجواني ورجالة ورانا والاوتوبيس قدامنا. اوتوبيس ولا عجواني؟ لا اوتوبيس. تعال يلا بينا. احنا جينا اهو. انتوا اللي بعتكم المكتب؟ ايوه. الجداد؟ اه طبعا جداد، ده احنا جداد لانج. الاستاذ راضي مدير الفرقه، وانا نهايه الجمال. وانا عصمت. وانا نونا. انشانتي. عسل. سكس وترومبيت، انتوا انقذتوا الفرقه يا جماعه. المهم قولوا لي، كنتوا بتشتغلوا فين قبل كده؟ هنا. لا هناك. لا احنا بتاع كله بصراحه. احنا خريجات الكونسرفاتوار. الكونسرفاتوار؟ امال التريتوار. طب يلا اطلعوا. انت يا لونا كرسي 7 وانت يا عصمت 8. وانت كام؟ انا معاكم. يلا يلا سيبوا الشنط. يلا يلا يلا. شكلهم ما بينطمنش ابدا، مخنشرين قوي. بالعكس انا شايفهم نسوان عسل كده. ايه حكايه نونا دي؟ ايه اسم زكيه بلدي مش عاجبني. نونا احلى. يلا يا نونا. سكر اموره قوي، مش معقول. قولي لي يا حلوه، انتي انسه ولا مدام؟ انسه. أنسة؟ ولا تزعلي نفسك، كلنا كنا كده. اوعي طول ما انا معاكي ما تقلقيش، هتتبسطي قوي. يلا يلا يا نونا يلا. ايه؟ سوري نسيت اعرفكم بنفسي، انا نونا ملكة الترومبت، احسن ست تلعب ترومبت في كل الستات اللي بتترمبت. وانا اسمك ساكس. مرحبا. مدام نهاية انا همزل. طيب يا حبيبتي لحظة واحدة وجاي. بقول لك ايه حلو. بقول لك انا ايه، ما تنساش انك ست. ها ما انا عارفة. رايح فين؟ خرب بيتك اديك عملتها. عملت ايه؟ قطعت الحمالة والبالونة هتقع. بالونة؟ طب يلا الحمام نظبطها. يلا. قبل نهاية بعد اذنك رايحة الحمام. ايه في ايه؟ جالي هبوط. هبوط ايه؟ هبوط اضطراري. مش هتقول لحد مش كده؟ قلبك ابيض، هنقول لمين؟ يا خرب بيوتكم. وانت كمان اصلهم لو شافوني هيطردوني من الفرقه. انتوا اللي بتعزفوا ترامبت وساكس؟ انا نونا ترامبت. عصمت. ساكس. واقفين عندكم ليه؟ ادخل. تشربوا؟ وماله؟ ميرسي. هو انت منين يا سكر؟ انا من اسكندريه من كامب الشيزار.
جينا القاهرة من 10 سنين من عيلة فنية كبيرة. ماما مدرسة موسيقى وبابا كان مايسترو. برافو برافو. مايسترو؟ فين؟ الأوبرا. آه صحيح. مايسترو لازم يبقى في الأوبرا. أنا كمان فنانة مغنية بس صوتي مش قوي كده، وكمان الفرقة كلها مش قوي كده. أنا اشتغلت معاهم عشان أعرف. ترابي بسرة. الترابي من إيه يا سكرة؟ سوري أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده دلوقت. أنتوا مش عايزين تشربوا ليه؟ لا احنا بنشرب بس يعني بالنهار. لا على فكره انا ممكن ابطل بس انا اللي مش عايزه. وبيني وبينكم كل البنات بتشرب بس انا بس اللي بتقفش. لازم تتقفش طبعا. مشكلتي اني دايما واقعه من قعر القفه. يا بخت القفه. باي باي. تجنن يا عصر عصر. احنا هنا في كام غلط خالص. مش عايز ضرب في الرحلة، ما كنتش اقصد ضرب بعضيكم، كنت اقصد ضرب ده. إيه لو سمحت يا اخ، الحاجة دي تخصني انا. انا اسف، اتفضلي. لو سمحت يا سكرة مش عايز الموضوع ده. ايه ده؟ ايه يا نسا؟ العلبة دي بتاعتك؟ اتزفلطت من. اتزفلطت؟ لا هاتي العلبة لو سمحت، هاتي العلبة، الرحلة مش ناقصة زفلطة، هاتي. خلاص، لو عينك فيها خدها. انت يا بنت، انت يا طويلة. ايوه انت. انتوا مش قلتوا لي انتوا الاثنين انكم درستوا في الكونسرفاتوار؟ درست هناك سنه. الله، مش قلتوا 3 سنين؟ لا هي سنه بس. خرجنا حسن السير وسلوك. بقول لكم ايه، في زفتين مش عايزاهم في الرحله دي. الزفت الاولاني الزفت اللي كان في الارض ده، والزفت الثاني بقى الرجاله. مفهوم؟ لا رجاله ايه، الرجاله دول كانوا زمان، دلوقتي خلاص بيتخلعوا. يا
مديحه. باي باي حبيبتي. لبنى مش معقول. قميص نومك يجنن، جايباه من انهي بوتيك ده؟ هيا نونا. اهلا نونا، ازيك؟ اهلا سكره، تصبحي على خير. وانتي من اهل يا حياتي. ايه شبط الامراض بقى، مش قادر. عاصم اعصابي اعصابي. لا انت احسن حاجه بقى تقعد تقول انا زيت انا زيت انا زيت. عندك حق، انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت. مساء النور. انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت. يلا خش النار. يلا تصبحي على خير يا عسل. يلا يا عسل بقى عشان نخش النام. خلينا شوية يا عاصم، خلينا شوية. بقول لك عشان جرمة الستات يا عاصم. انت تقعد هنا ما تتحركش، فاهم ولا لا؟ ايه هو ده؟ افرض حبيت اروح الحمام. ممنوع. افرض عطشت. بقول لك ايه، كل حاجة ممنوع، فاهم ولا لا؟ امتى يجي اليوم اللي اتجوز فيه واخلص من هم ده؟ يا سلام. افرض طيب. ايه يا بنت الحلاوة دي؟ احترم نفسك. اتفضل. شكرا يا فندم. أنا متشكرة أوي، مش عارفة لكن ممكن أعمل إيه؟ أنت تمرين يا هاني، ده أقل واجب. هتصبح على خير. نهاية. أنسة نهاية. أنسة أنا آسف. حضرتك قلت لي اسم الفرقة إيه؟ فرقة بنات مازن السعرانية. شكرا يا هاني. إيه العفو، بقول لك إيه؟ عايز أقول لك حاجة مهمة أوي. إيه؟ ما خدتش بالك من حاجة غريبة كده في البنتين الجداد دول؟ غريبة؟ غريبة إزاي يعني؟ معرفش، أول ما لقيتهم بتيجي عليا بحس بأحاسيس غريبة أوي. فين؟ فاهم؟ في معدتي. معدتك حموضة؟ حاجة زي حموضة. ياه، دلوقتي بس عرفت مين اللي فعل مرارتي. مين فعلك مرارتي؟ قدامي. مين فعلك؟ قدامي. بقول لكم ايه، كله ينام، الصحيان بدري مفهوم؟ مش عايزة دوشة. بقول لكم ايه، كله ينام، صحيان بدري مفهوم؟ مش عايزة دوشة. طب ممكن اقلع الباروكة وانا نايم؟ مفيش باروكة، ما نضمنش الظروف. نونة بقى يا حبيبتي تصبحي على خير. وانت من اهله يا عصمت. بقول لك ايه، زي ما اتفقنا هتقولي ايه؟ سمعيني بقى. انا ست. ايوه انا ست. ايوه انا ست. ها انا ست. يلا كمان مره. انا ست انا ست. ها انا ست انا ست انا ست انا ست. كنت عايز اشكرك على اللي عملتيه معايا، انت فعلا راجل. عرفت ازاي؟ قصدي مش عارفك يعني. لا ايه الراجل دي، معقوله؟ احنا بنات لازم نقف جنب بعض يعني. لولاكي كان زمانهم رموني في الصحراء. معقوله حد يرمي النعمه؟ ده حتى يبقى حرام. ايه ده؟ الدنيا برد قوي هنا. لو بتفكري تعملي اي حاجه انا ممكن اعملها لك. اي حاجه؟ اي حاجه؟ انا ممكن افكر في مليون حاجه. نهايه دي بدايه. سكره تعالي تعالي، هي تلاقيها بس بتتمم. مش عايزاها تشوفنا مع بعض. لا ما تخافيش، تشوفنا زي مع بعض. وبعدين انا مش هجيب سيره لحد خالص، ولا حتى العصمه. علمك عصمت دي قرشانة. انا هستنى معاكي هنا لغايه ما ترجع تاني اوضتها. يا حبيبتي براحتك، استني معايا سريرك ومطرحك. انا زنقاكي كده؟ ايه ايه زنقاكي دي؟ خدي راحتك خالص، خشي خشي، انا احب الدفى زي عينيا. عارفه يا نونا، وانا صغيره كنت بحب انام جنب اختي. يا سلام. واخدها في حضني بعدين نطفي النور ونتغطى بالبطانيه، وابص في عينيها وهي تبص في عينيا ونبتدي نحلم. طمت يلا يلا احلمي.
مالك؟ ايه؟ يا حرام دي انت بتترعشي. هي مش رعشة على قد ما هي اعصاب يعني. ايه ده؟ انت مولعة ورجليك ساقعة موت. انا هدفي عليك. كفاية استني بس. كفاية اعملي معروف. ايه رأيك؟ مش كده احسن؟ طبعا احسن. بس انا ست. بتقولي ايه؟ قصدي اقول ان انا ست بس تعبانة يعني عيانة يعني. مش انت رايحة فين؟ انا كمان عيانة. طيب يعني انت عيانة وانا عيانة نحن عيانين مع بعض يعني. تعالي بس. عارفة احسن حاجة ايه؟ ايه؟ سيجارة. عندك؟ ايوه عندي. تعملي ايه؟ يا حلاوة المولد يا حلاوة. الدنيا برد بره وبرد جوه. الواحد كده هيعيا. قصدي الواحدة هتعيا. هتوقعيني. استني. ويعني ما تقعي. انا عايزك تقعي. انا عندي ليكي مفاجأة. تعالي اقعدي اقعدي. بصي بقى هعملك مفاجأة ما حصلتش. يلا اعمي نفسك انا وانتي وعصمت جوه. انا وانتي انا وانتي وبس. انت تعمى قوي سكرة قوي. هاي ازيك؟ هاي سكرة. هاي نونة. ايه بتعملوا ايه؟ ما تيجي. ايه تيجي ديت؟ طب انا جاية. لا طنشي مفيش احلى من قعده البلكون. عايز احكي لك حكايه الشاطر حسن وست الحسن والجميل لما كانوا قاعدين في البلكون. عمل فيها عمل فظيع. يا ايناس يا ايناس يا انس. قومي يلا وصحي منى وحصليني على اوضه نونا. في حفله هناك. واوعي تنسي ازازه الويسكي اللي انا مدكناها. منى موني موني قومي. في حفله. في حفله. قومي. بس يا ستي راح الشاطر حسن زنق ست الحسن والجمال في الكورنر بتاع ايه البلكونه. لا اصل انتوا. لا اصل دي حفلة خاصة. يعني انتوا مش فاهمين ايه ده. انتوا ايه؟ لا اصل مش في تعليمات تناموا بدري. لا ما انتوا مش فاهمين. انا و لا هو ايه ده ايه ده ايه ده بقى. لا استنوا. عصمت نايمة كده تصحى. لا يلا تلجي. ايه يلا. انتوا جايبين الشرب ولا سجاير؟ اه ماشي. كل حاجه. انا اول مره اشوف ستات بالطريقه دي. خليكي يا جماعه بقى. انا هروح اجيب لكم ثلج. لا استني رايحه فين يا سكره؟ اروح اجيب الثلج. لا ازاي استني. الله ما دي هتروح. طب استنوا انا عايز احكي لكم حكايه الشاطر حسن عمل ايه مع الستات اللي في البلكونه. استنى احكي. ايه هجيب تلج. تعملي ايه عندك؟ سرقتها. كانوا حاطينها على اللحم. ما اقصدش. انتي مش خايفه؟ لا تقدري تقولي اتعودت. غبيه. على فكره انتي مش غبيه بس جريئه قوي. قوليها بصراحه. انا لو ما كنتش غبيه ما كنتش فضلت في الفرقه دي لغايه الوقت. وايه اللي مخليكي؟ قبل كده كنت بشتغل مع فرقه رجاله بس ما قدرتش اتعامل معاهم.
انت اشتغلتي فرقه رجاله قبل كده؟ مين انا؟ لا طبعا. اهو ده اللي انا بهرب منه. انا اشتغلت مع 6 فرق رجاله. مش عايزه اقول لك. انا عارفه الرجاله دول ما لهمش امان، خاينين يعني، حاجه زي كده. اكيد وقعتي في راجل بسباص بتاع نسوان. لا ما تخافيش عليا، انا مش سهله، وثقتي في نفسي ملهاش حدود. مشكلتي ان عندي حساسيه ناحيه بتوع الساكس. حقيقي؟ اول ما ابتدي اغني ويبتدي يلعب ورايا اسمعه هو بس، بعد ما اخلص الاغنيه اقعد اعد ل10 ل20 ل100 عشان ما اجريش وراه وابوس. انت عارفه انا بلعب ساكس. ايوه بس انت بنت الحمد لله. عشان كده انا بشتغل مع الفرقه دي، طول عمري بهرب منهم. في حد برضه بيهرب من الرجاله؟ انا اصلك ما تعرفيهمش، لكن كلكم وبتوع الساكس دولكم تاني، وانا بعيده عنهم تلاقيني بدور عليهم، واول ما اقرب منهم احس ان عايش اجمل قصه حب بجد. لكن برضه اتفاجئ انه عايز فلوس يشرب بيها، يلعب قمار برضه، وتديله تصحي الصبح ما تلاقيهوش. غبيه مش كده؟ الذكاء مش كل حاجه. بس انا عايزه اقولك على حاجه، انا خلاص مش هقع في اللعبه البايخه دي تاني، انا كرهت حظي. ثلج فين؟ عارفة يا عصمت، أنا في ديسمبر الجاي هتم 23 سنة، عشان كده هبتدي أفكر. تفكري في إيه؟ زوج، أسرة. عرفتي ليه أنا مبسوطة إن أنا جاية الغردقة؟ وطبعاً عايزة غني مش كده؟ مش مليونير، كفاية يكون عنده شقة، عربية، شاليه، يا سلام بقى لو عنده يخت، بحلم مش كده؟ لا لا لا، بس على فكرة ممكن تلاقي. وانت كمان يا عصمت ان شاء الله هتلاقيه. بس بقى انا عايزاه طول بعرض ماله يدومه يعني. عشان يقدر. انا بقى عايزه جوزي بنضاره. نضاره؟ اصل الرجاله اللي بيلبسوا نضاره دايما بتلاقيهم حساسين وجذابين رومانسيين. انت ما لاحظتيش الموضوع ده قبل كده؟ دلوقتي بس لاحظت من كتر قرايه الجرايد والعواميد الصغيره نظرهم بيضا. طول عمري كان نفسي ازور زنقه الستات، هجيت لحد عندي. لا 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 بلاش اللعبه بالثلج، بلاش اللعبه بالثلج. لا لعبه بالثلج لا لا بلاش بس. طب هقول لكم حاجه، هقول لكم حاجه، بلاش تلعب بالثلج ونلعب لعبه البوز. يلا ويعني ما تيجي يا ماما. مدام نهاية زلزال؟ زلزال ايه؟ بركان يا راضي. بركان جديد ده.
لا دول اشبال تحت التسعين. اقل واحد فيهم عنده 75 سنه. بس دول خلاص قربوا يسافروا السفريه الابديه وان واي تيكت. يمكن عندهم احفاد. لا يمكن مفاتيح الاوضه. حد شاف جراب النضارة يا جماعة؟ النضارة دي انت كمان هاتي. ايناس وسمر 416 مديحة ولبنى 417 مديحة ولبنى سوسن وسارة سوسن يلا يلا سارة منى وسكرة منى عصمت ونونة عصمت يلا سكرة يلا نونة 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 تاخد طرود ويارة اسم الله عليك اسم الله عليك اسمحي لي بالشرف ده. معقوله ما يصحش كده يا سليمان؟ سليمان الساكت. وساكت ليه؟ ما انت بتتكلم اهو. لا ده انا اسمي كده على بعضه سليمان الساكت صاحب محلات الساكت المجوهرات. اهلا وسهلا. والهانم اسمها ايه؟ هانم مين؟ انا اسمي نونة. اسمي جميل كله مزيكا. تحب المزيكا؟ احب الفن قوي. ابقى تعال احضر الحفلة بتاعت فرقتنا ان شاء الله. بس ممكن اشيل عنك دي حاجة تقيلة قوي. اتفضل. ما احبش اكسف رجاله ابدا في الشيل دي. استنى ورايا. استنى انت كنت شايل قوي ازاي؟ ولو ان عيب ان الواحد يسال سؤال زي كده الواحدة الست بيقابلها لاول مره. انما انت عمرك كام سنه؟ تديني كام؟ يعني 22 26 ما يزيدش عن كده ابدا. ايه النصاحه دي؟ وانت تديني كام؟ اديك اعدام. ها؟ قصدي من 35 ل 85. ايه الذكاء ده؟ على فكره انا احب الفن والفنانات قوي. والجيبات والشرابات. لا انا بكلمك بجد، دي كل عيلتنا تحب الفن والفنانات. انا من حبي للفن والفنانات اتجوزت منهم حوالي 7 8. 7 8 اللي هو انت مش فاكر كام؟ لا مش فاكر بس ماما فاكره. وهي على فكره زعلانه مني ان انا بكرر الحكايه دي كتير. صراحه امك عندها حق تزعل، ده انت سمعه سيئه للرجاله. نونا انا عايز اتعشى معاك الليله. اسفه مش فاضيه، عندي حفله عندي شغل. يا روح قلبي قصدي انا بعد الشغل بتاعك نتعشى. افكر. انت بتلعبي مزيكا ايه؟ لا انا ما بلعبش انا بنفخ. عايز الطلب. ايه ده؟ انت بتدخني؟ لما ابقى عصبي، قصدي عصبية، ولما الاقي حد كمان بيضايقني. لا دي ماما تزعل مني خالص، دي ما بتحبش التدخين. بقول لك ايه يا سليمان يا ساكت، لو سمحت لحد هنا بقى ونفترق. لا نفترق ده ازاي؟ ده احنا مش هنفترق طول العمر يا عليا. جرى ايه يا راجل انت؟ انت الشنب دي مناختني دراعي. سيبهم انا هشيلهم. انت يا ابني بتتفرج عليا، ما تيجي تشيل. خد نونة وعصمت. ها؟ خد دول. اتفضل بقى حضرتك وريني عرض كتافك. نونة. ايه ده؟ نونة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت اتجننت؟ انت فاكرني ايه؟ يعني انت يا سليمان يا ساكت طول عمرك جاي تفضل معايا انا؟ انا اسف، انا ما قدرتش امسك نفسي. خلاص اتفضل بقى مع السلامة. نونة. إيه؟ انا بفلوسي هخليكي اشهر واحدة في الفرقة دي. يا وصلتي؟ انت عايزني ابقى فتاة الغردقة؟ بص يا نونة. يا جدع انت احترم نفسك. راجل متوحش. نونة كل دي ايد يا نونة. تخيلي نفس الرقم الاوضة اللي نزلت فيه قبل كده، بس التانية كانت في اسكندرية. فكرتيني بالولد اللي كان معايا في الفرقة. هو كان بيلعب ساكس برضه؟ امال هيلعب ايه؟ يلا يهمك. انتي هنا بقى هتقابلي المليونير اللي بتحلمي بيه مش كده؟ يا سلام عرفتي ازاي؟ الست بتحسي بالست اللي زيها؟ اوكي باي باي. باي.
ادخل. شلونك تي؟ احطهم عندك لو سمحت. ودي كمان. عينيا عينيا يا عسل يا عسل. انت رقبتك فيها حاجه؟ رقبت مين؟ سوري عايز بقشيش. ثانيه واحده. بقشيش مين؟ احنا خلاص طلعنا سمن. فقولي ايه يا حلو، انتي هتخلصي النهارده الساعه كام؟ ليه؟ انا عندي شغل بس ممكن اسوق عادي يعني. انت مش شايف ان انت صغير شويه على الحاجات دي؟ انت في سنه كام؟ سنتين مين وصغير مين؟ بتتكلمي في ايه؟ ايه ده ايه ده، انت هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هوليك البطاقه. بطاقه؟ طيب ايه؟ يلا مع السلامه. اتفضل. مع السلامه. ما احبش البت السهله ابدا، اموت في الواحده اللي توخني. توخيني بقى. فقلت ايه؟ انت توسعي سمنتت النهارده وانا هجيب معايا المايه واتي. ها؟ ردت المايه في زورك. ظريفه. طيب قذر حب يتهجم عليا، فاكرني ست من اياهم. ايه اللي حصل؟ قرصني. فين؟ حسن. ايه ده بقى؟ ده منظر ست؟ ده بقى دي ست تتعاكس؟ ده انا شكلي قطع القلب. يلا اديك عرفت النص التاني عايش ازاي. عرفت، بس برضه عرفت ان في رجاله كتير تافهه. والله عندك حق، بس يعني ده منظر حد يرايل عليه. انا زهقت زهقت من حكايه الستات ديت. انا راجل، عارف يعني ايه راجل. لازم نمشي لازم نمشي. نمشي نروح فين؟ انت وعدتني اول ما نوصل الغردقه نزوغ ونخلع على طول. ايوه نزوغ. نروح فين؟ اي فرقه يا اخي؟ بقول لك ايه يا خبير، العجواني ورجالته زمانهم قلبين علينا الدنيا، بيدوروا علينا في كل فرق البلد. بصراحه اللي احنا فيه ده قله قيمه، بيطمعوا فينا الناس. ايه يعني يا اخويا؟ ايه يعني اتقرصت؟ ايه المشكله يعني؟ مش احسن ما تشوف نفسك وانت بتشرب دم؟ طب اخرتها ايه؟ انت مستعجل على ايه؟ قاعدين في فندق حلو، بناكل بنشرب بننزل على الميه بنشوف حريم، عايز ايه تاني؟ واخر الليله بتاخد الروبايك بتاعك، عايز ايه تاني؟ ما تصحش عليا، انا فاهمك كويس قوي، انت لابت هنا عشان خاطر البنت سكاره، صح ولا لا؟ انا سكاره مش كده؟ ايوه ايوه انا شفتكم مع بعض في الاتوبيس، كنتوا قاعدين بتضحكوا عاملين جو وبتسلفوا لبعض الروش. يا ابني سكاره دي زي اختي. اختك؟ خش في عيب. خش. قال اختك؟ قال من امتى يا اخويا؟ لعلمك من هنا وراح عراقبك. في حد مخبط. ادخل. لو سمحتوا يا بنات، ما حدش شاف نظارتي وشنطتي؟ لا ما شفناهاش. ما هو كده نظارتي وشنطتي راحوا، هيبقى اكيد في حراميه هنا. ميرسي قوي. لا ما انا لازم الاقي النضاره. الحمد لله نظره ضعيف. نونا عصمت، احنا رايحين نعوم، تيجوا معانا؟ ايه نعوم؟ اوكي نعوم يلا. سوري انا مش هقدر اجي معاكم، انا ما عنديش مايو. وايه المشكله؟ مالك كمان ما عنديش مايو؟ اهي ما عندهاش مايو. صحيح، ده انا لا يمكن يبقى عندي مايو. احنا ممكن نشتري من الاوتيل. انا لا يمكن اشتري من الاوتيل. ايه رايك يا عصمت؟ لا انا هدخل اخد حمام. بس انا ممكن اتصرف. ده البحر النهارده يتجنن والشمس تحفه. هو يا نونا جلدك يتحرق من الشمس. ما تخافيش، انا معايا كريم وهدهن لها جسمها. سمعتي؟ هتدهن لي جسمي وانا هدهن لها جسمها، هندهن لبعضينا. يلا يلا يا سكر. هوبا. Thank you.
ما انا كنت بلعب عقله. جسمك ضخم قوي من رمي الجله. وايه التعويره دي؟ لا دي واحده رمت عليا قله. ايه ده ايه ده؟ ازاي دراعك كده؟ ايه ده ولا رجليكي؟ ده اهمال. يلا يا باسم يلا يلا باسم يلا يا باسم يلا يلا يا باسم يلا يلا يا باسم يلا 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 بلاش لا ماما اتأكدي يا أنسة كوني وقعت ولا حاجة. ليه بقى؟ يعني أي واحدة بتقع بعدين تكتشف أنا مين تبدأ تحط نفسها على كرسي متحرك وتدخل المحكمة بتعويضات مليون اتنين يعني استغلال. لا ما تخافش أنا مش هعمل كده مهما كانت النتيجة. شكرا. وفي إيه؟ أنت مين؟ والنبي إيه؟ سكارة تعمل ايه دي؟ احنا مشفناش بعض قبل كده؟ ما افتكرش. انت نازل في الفندق؟ لا بس انا شفت وشك ده قبل كده. فين يا بنت يا سكارة؟ فين يا بنت يا سكارة؟ ممكن في مكلة في جورنال يعني اعلان عن تبرعات في جمعية. يمكن. لو سمحتي كده شوية يا نساء انا مش شايف منظر البحر لو سمحتي. منظر ايه؟ دلوقتي معاد الكوكتيل بتاعي هيرفعوا العلم. انت عندك ياخت؟ انا واحد فيهم الكبير؟ انا ما بحبش الياخت اللي ياخد اكتر من 12 فرد. الله مين اللي هيرفع العلم؟ مراتك؟ العمال. مين اللي بيعمل لك الاكل؟ الطباخين. شوفي لو يهمك تعرف اني متجوز ولا مش متجوز. انا مش متجوز. تعالي 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 اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه اخبار القبيل؟ اه قصدي البورصه. البورصه في الطالع. يعني عملت لك نص ارنب كده؟ ايه ده انت بتلعبي مع الارانب ولا ايه؟ لا انا بلعب مزيك وبغني كمان. فنانه ولمزاجك ولا في وقت فراغك؟ لمزاج الفندق والمعازيم والنقطه حسب الجو. انا جايه مع فرقه بنات. انتوا بقى فرقه البنات اللي بتعمل الموسيقى بتاعت اليومين دول؟ ايوه احنا بتوع اليومين دول. فعلا الشباب دلوقتي بيفضل الموسيقى الصاخبه لكن انا شخصيا انا بفضل مزيكه زمان فيها طرب. وانا كمان انا كمان متخرجه من معهد موسيقى. هايل. واهلك بقى موافقين على شغلك مع الفرقه دي؟ لا طبعا بابا منع عني المصروف. عنده حق. فين الاغاني الشبابيه بتاعت اليومين دولت من الطرب بتاع زمان؟ السلام السلام على حفلات الموسيقى العربيه. ولا فرقه ام كلثوم؟ غريبه احنا ما اتقابلناش قبل كده. انا ازاي ما قابلتش واحده زيك من زمان؟ انت راجل ذوق قوي وشكلك هتطلع طيب وغلبان. نعم. انت هتعمل ايه الليله؟ شوف يا سكره انا باجي على الشط مرتين. مرتين بس؟ يعني مرتين ثلاثه في الاسبوع. هعمل ايه؟ شغلي واخد كل وقتي. لعلمك هوايتي هي اللي بتحبني. هوايتك؟ وارثها عن ابويا وجدي السوسيس. مرسي سكر. انت قاعده بتاكلي؟ احنا عايزين نلحق نغير. روح انت يا نونا وانا هحصلك. براحتك. يا سلام يا نسا. في حاجه؟ شوفي كل واحده تشوفني تعمل كده. انا كمان يا نونا افتكرت. معقول يا شيخه تفتكريه؟ شويه يا نسا لو سمحت. شويه شويه. حاسب يا نونا هو مستني اشاره من اليخت بتاعه. يخت بتاعه؟ ايوه تصوري ما بيشيلش غير 12 فرد بس. ده اكيد ياخد اجره جيزه بقى. نونا صاحبتي احنا مضطرين نمشي بقى دلوقتي. يلا يا نونا. انا اتشرفت بمعرفتك على كل حال. انت معزوم على السهره الليله. هحاول
لا تحاول ايه؟ لازم تيجي يا حبوب. ها؟ وما تنساش تجيب اليخت بتاعك في ديلك وانت جاي. ها؟ يخت عليها وعلى جمال رجليها. بقولك يا سكرة، هي ايه حكاية الواد ده؟ بقولك يا نونة، مالكيش دعوة بالواد ده، الواد ده بتاعي وانا اللي وقعته الاول. انا حبيت بس انصحك نصيحة تحطيها حلقة في ودنك. انا لو كنت بنت وانا طبعا بنت كنت حافظت على كل خطواتي. شرف البنت زي عود القصب، لو اتعصر مرة ما يتعصرش تاني. وبصراحة بقى انت عودك مسوس، يعني لازم تحافظي على نفسك. انا لو كنت عملت حساب لخطواتي ما كنتش قابلته. وبعدين انا مش جاي دي صبر، استنى، انا عايز اكلي واقول لي عصمت بسرعه، انا عارفه انها هتموت من الفرح. طب يلا يلا عشان نلحق نفضح، قصدي عشان نلحق نقول لها. يلا يلا عصمت عصمت. الله، راحت فين دي؟ ما تخافيش زمانها جايه. اصل انا لازم اقول لها، لازم احكي لها. من غير ما تحكي حبيبتي، هي عارفه كل حاجه. على رايك البنت عصمت دي فيها شيء لله، كل اللي بتتنبأ بيه بيحصل. يمكن راح تشتري حاجه، يمكن مثلا يعني ان الكومبليزون بقى بدلتكم قفطان وصاحبها فرقه البالون. بالون 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 بالون. بصراحة شلالم شلالم. عصمت هاي. سكرة سوري ما سمعتكمش وانتوا داخلين. انبسطتوا؟ مش هتصدق يا عصمت، حصلت معجزة. ايه اللي حصل؟ حظيفة الظريف. النهاية ربنا افتكرها؟ دي معطلقة شوية. يبقى هيسيبونا نلف سجاير. يا عصمت حذري كويس. قابلت واحد منهم. واحد من مين؟ أنا اللي عشت طول عمري أحلم بيه. شباب، جمال، فلوس، عنده يخت يا عصمت. عنده اليخت بتاعه؟ وعنده عربية. كملي يا سكرة. هو شاب وسيم لطيف بنضارة، والأهم من ده كله إنه عازب. ده مش شاب عادي، ده شخصية. بصي يا سكرة، أنت تعكشيه وتربطيه. ده مش هيفلت من إيدي، ده لذيذ وبيتقرش، وكمان بيحب السوسيس. ايش معنى سوسيس؟ هنقابله؟ انا عزمته واحتمال يجي. اكيد هيجي، عينيه كانت بتقول كده. انت ايه رايك يا عصمت، هيجي ولا مش هيجي؟ تنبؤاتك بتقول ايه؟ سكرة انت فين؟ انا من بدري مستنياكي، بقالي ساعة. المفتاح معاكي؟ اهو يلا. باي 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 بنات. باي. تقدر تفهمي اللي انت عملته؟ ماشي حاضر. ممكن افهم بقى التمثيليه السخيفه اللي عملتها على البنت المسكينه ديت؟ عامل لي فيها مليونير، هموت واعرف الطريقه اللي انت كلمتها بيها دي ازاي. قال ايه؟ مالك يا انسه بتبص لي كده ليه؟ عامل لي فيها حسين فهمي حضرتك. ما خلاص بقى يا زكي، ما خلاص. طول عمرك بتعمل الحركات الوسخه دي مع الستات، مش عارف ايش الشاهيناس وايش باكيناس، وشاهيناس هي اللي بتحميني وباكيناس هي اللي بتوصلني للباص. بقى في شغاله في الدنيا اسمها باكيناز يا خد بكذبه معقوله. ايه عصب؟ بقول لك ايه، انا لما بترفس ما بعرفش ابويا. عصب يا عقلي عصب. طيب الو، مكالمه خارجيه حاوليني بيها. نونة، انا الواد الشقي بتاع السن. الله، انت مش نونة؟ طب من فضلك تبلغيها لو تتنازل يعني وتتعشى معايا لو تحب بعد شغلها طبعا. عشا ياخت بعد العرض؟ حاضر حاضر هقول لها. الياخت بتاعك؟ ايوه، ياخت شهرزاد. شهرزاد، قولي لها ان احنا هنقضي ليله من الف ليله وليله. انتوا الاثنين بس؟ ايوه. طب قولي الاستاف بتاع اليخت هيكون فين؟ انا مديهم الليله كلهم اجازه. الليله هيبقى القمر بدر وهتبقى ليله انس وفرفاشه. ده ايه ده غير صوت نجات؟ نجات هتبقى بلعلعه يعني. دي نونه بتموت في نجات. مين دي اللي بموت فيه؟ اخلص. ايوه يا استاذ، خلاص خلاص هتجيلك على اليخت. باي باي، مع السلامه.
راجل مين على اليخت؟ الراجل عايزك تقضي معاه ليله على اليخت انت ونجاة. نجاة مين؟ نجاة. نجاة الصغيرة؟ انت جرب حالك حاجة. عايز تمام أربعة؟ أنت اتجننت؟ أنا لا يمكن أعمل كده. أنا زي ما جيت هنا سليم أرجع سليم، لأبويا يقطعني. أنت يعني مش ناوي تروح؟ طبعًا لا. خلاص هروح أنا. أنت يا تجرى لك حاجة فعلًا؟ عايز تقضي الليلة مع الراجل ده؟ أنت صدقت إنك ست بجد؟ أنا مش هقضي معاه بليلة، أنا هقضيها مع سكرها. وهو هيبقى فين؟ لا 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 يا عصفر لا. آه يا زكية. مش الليلة يا عصفر. علشان ينسوا. بقول لك ايه، الورد ده علشانك. علشاني؟ ده منه. النبي ايه؟ عايز يقابلني على اليخت بتاعه، هيستناني عند المركب. النبي ايه؟ عايز الف صدر رجاله موجودين معانا هنا في القاعه. بنات الفرقه لازم يناموا بدري، وانا شخصيا حريصه قوي على كده. تصبحوا على خير واحلام سعيده.
اهدر يا روحي. اهدر لايه؟ اهدر للوقت، اهدر للطاقة. معقولة؟ الجو الهادي والقمر البدر ملعلع في السماء واليخت فاضي ونقعد هنا. هترش؟ لا يا روح قلبي، لا لا ما تسكتيش، انا عايزك ترقصي يا نيا. يلا بينا نرقص في نايت كلاب يجنن. يا ابن اللقيمة، ده طلع عنده عربية. ايه في حاجة يا روحي؟ لا انا كنت بسأل اذا كان النايت كلاب حلو ولا لا. ده هايل يعني، هايل، وعندهم فرقة مفيش احسن من كده يا روحي. سلمتي يا روح قلبي، سلمتي. انت ديناميت يا عينيا. وانت يا عينيا، انت داري مدفع الالفة السعد. يا سلمتي. سكرة عاطف، بقالك كتير مستني؟ مش مهم مستني قد ايه، المهم مستني مين. اتفضلي. مرسي على الورد. سوري، انا لو كان عندي وقت كنت جبتهولك من امستردام. مش مهم مين، المهم مين اللي بعده. نرجع لورا. انا اشتريته مخصوص عشان كده، عارفه ستايل. بس هو بياخد وقت شويه. ما تقلقيش، مش مهم الوقت اللي بياخده، المهم واخد الوقت معانا. يا ده كبير قوي، تخيل بيبقى من على الشط صغير قوي. ده الحجم العادي، احنا عندنا من دول ثلاثه بس. ماما بقى بتتفائل بيهم، حتى في واحد بعتناه قطر، بنفتح فرع جديد هناك. بابا هوايته بقى طبعا يفتح فروع في كل انحاء العالم، عارفه كده يعني. وانا كمان بابا هوايته يبني سلالم. سلالم؟ ايه سلالم؟ سلالم موسيقية. سلالم موسيقية. الاولاد دايما يغيروا الكوارين بقى، انت فاهمه. ايه ده يجنن يعني، حاجة كده متواضعة الواحد عازف زيي. كل دي سمكة؟ سمكة ايه؟ دينا اشتريتها، قصدي اصطادتها من البحر الكاريبي. ميرسي. ايه كل الجوائز دي؟ سباحة، خيل، ملاكمة. ملاكمة؟ دي خطر قوي. لا ما غركيش، انا بطل قوي جدا، بس حد يقف قصادي. هي بنية بجد؟ طب انا عايزة اشوف الالبومات، ممكن؟ البومات؟ النهاردة الخميس الحقيقة، ببقى دايما متلخبط. ليه؟ يعني الاستف
والخدمين بيبقوا اجازه. يعني احنا لوحدنا على اليخت؟ خالص. انا عمري ما قعدت مع راجل لوحدينا بالليل وعلى يخت وفي وسط البحر. شوف يا سكره، انا عايزك تتاكدي ان انت في امان تام. انا متعوده ان الرجاله ممكن تنتهز فرصه زي دي، خصوصا في مكان زي ده، بس انا متاكده ان انت جنتل. الموضوع مش كده بالظبط، يعني الموضوع ان انا مش مؤذي خالص. مش مؤذي؟ اصل انا ليا حكايه كده مع الستات. حكايه؟ حكايه ايه؟ وانا مع واحده ست ما بحسش بحاجه خالص. معقوله؟ انت جربت؟ ايه اللي جربت؟ وانا ورايا حاجه غير اني اجرب. ايشي سمراء، شقراء، بني. اكسكيوز مي. ولا حاجه، ولا حاسس بحاجه. زلطه، انا زلطه. ولا حاجه خالص؟ انت كده بتهني. لا مش الفكره حبيبتي، هي الدنيا كده، زي ما تجيلك تاخد منك. يعني انت ما تقدرش لا تحب ولا تتجوز؟ ما اقدرش، انا حبيت مره. ولو سمحتي انا مش عايز اتكلم في القصه دي تاني. إيه، تحبي تحكي حاجه؟ لا احكي لي. مش عايز اضايقك. بالعكس مش هتضايقني خالص. كانت اول سنه ليا في الجامعه، كنت بحب بنت اسمها ناديه. ابوها كان عنده اجنسي كبير قوي، كانت بتلبس نظاره. كنا بنقضي معظم وقتنا في العجمي. وفي ليلة صيف والجو كان صيفي، قررنا نبوس بعض. أنا قلعت النظارة وهي قلعت نظارتها. ما علينا، 8 ساعات. معقولة؟ 8 ساعات؟ ما هي رخرة فرفرت في إيديا ونقلوها المستشفى. حاولوا ينقلوا لها دم، بس الحقيقة ماتت. يا نهار اسود، دي مأساة. ومن ساعتها مفيش فايدة. يا حرام، كل الفلوس اللي عندي دي تفيد بإيه؟ انت ازاي بتفكر في الأكل في وقت زي ده؟ وانا ليا حاجة تانية افكر فيها غير الأكل؟ انت مفيش أمل للدرجة دي؟ شوفي، انا اهلي تعبوا معايا، عملوا كل اللي يقدروا عليه، دول جابولي ستات من جميع أنحاء العالم، برضو مفيش فايدة. وجربت تحب تاني؟ واحب ليه؟ ايه، في حاجة؟ ولا حاجة، نفس الموضوع خالص؟ لا ده انت لازم تكشف عند الدكتور، ودكتور كويس كمان. ما انا كشف؟ كشفت؟ فرنسا وقررت نرجع لويس فرويد. دخلنا في اشعه وتحليل وتنويم مغناطيسي. تعرفي انا لو ما كنتش جبان كنت موت نفسي. ايه رايك في شويه مزيكا ونوطي النور شويه؟ انا الحقيقه مش عارف اقول لك ايه. انا عارف انك عايزه تساعديني وانك تعبتي معايا، بس اعمل ايه؟ عارف ان مفيش فايده. مفتاح النور عندك جنب العمود. زي ما بكون اخدتي معاكي اطرش العبرة. قمر قمر ولع قلبي بيسأل عنه، اتاريني بفكر فيه. نونة. نعم. انا اللي كفايه بتنشر عليا. تنشر عليك؟ ايوه. صدق يا سوني؟ ايوه. انت راجل فرز تاني. ايوه.
ايه الاخبار؟ اتريني عندي ليك خبر يجنن. خير؟ انا اتخطبت. ايه؟ سليمان اتقدم لي وهنتجوز في الصيف. اتجننت يا زكي؟ اتجننت ليه؟ ما ينفعش تتجوز سليمان. ليه بقى؟ عيبي ايه؟ ما ينفعش يا زكي. ايه اللي خلاها ما تنفعش؟ ما هو قاعد بيتجوز واحدة ويطلقها تاني يوم ويتجوز التانية ويطلقها، يعني جت عليا أنا؟ راجل يتجوز راجل ليه؟ أهو استقرار. قمرين قمرين دول مولعين. زكي حبيبي، زكي زكي. إيه؟ أنا شايف إن أعصابك تعبانة وعايز تهدالك يومين. بطل بقى تعاملني بالطريقة ديت، أنا مش غبي. أنا عارف كويس إن في مشكلة. طيب؟ أمه لازم توافق. بس أنا ما يهمنيش. أنا واثقة من نفسي. واثقة كمان ان سليمان ممكن يضحي بالدنيا كلها علشاني. طيب فكرت هتعمل ايه في شهر العسل؟ اه فعلا دي مشكلة، بس الحقيقة انا اتكلمت فيها انا وسلمتي. مين؟ سلمتي. اه سلمتك. اه يا ترى هنقضي شهر العسل فين؟ في باريس ولا في هاواي؟ في باريس يا نونا ولا في هاواي يا سلمتي؟ في الاخر استقرينا على ايطاليا، اعتقد ان ايطاليا من البلاد اللي تجنن. زكي ايه؟ الموضوع ده هيبان وهتتفقس. انا عارف ان في وقت مناسب هننفصل فيه. طب الوقت المناسب ده امتى ان شاء الله؟ مؤكد بعد كتب الكتاب. مؤكد هيطلب الطلاق قبل الفضايح، وساعتها انا بقى اللي هاخد النفقه. قمرين قمرين دول ولعين، قلبي بيسالني عليه. زكي في قانون في البلد. ما كفايه بقى، سيبني يا اخي عيش. نفسي اتجوز واحد مليونير يصرف عليا يستتني. يعني عاجبك عيشتنا ديت؟ تنطيط ويوم شغل وعشرة لا في ايه بقى يا عاصف؟ زكي انا عايزك تنسى الموضوع ده خالص، وعايزك كل يوم الصبح تصحى من النوم كده تقول انا راجل 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 انا راجل, أنا راجل. انا راجل انا راجل ايوه انا راجل انا راجل انا راجل. طب اعمل ايه في الهدايا اللي جابها لي سليمان دلوقتي؟ ديت ايه؟ جاب لي اسوار الماس. ايه؟ اتفرج. دي الماس حر. ياه طبعا، هو انت فاكر خطيبي ايه؟ صايع غشاش؟ بكره يجيب لي بدل الاسوار 10، بيجيب لي فيلا وعربية ولانسس. جواني بيه، اتفضل معايا. بص يا ريس، جواني مين؟ عباس. فينك يا راجل؟ ده احنا قلنا انك مش جاي. مش جاي ليه يا حبيبي؟ قلنا انك تأستكت بعد اللي عمله أستك. اه كله هيتأستك ان اجيلا او عجيلا. صح، بس مين اللي عليه الدور؟ اتفضل خش. اخش فين يا حبيبي؟ جوه عشان تتفتش. العجواني يتفتش؟ اتبهنا عليك نسيت. في حد يجي يخش اجتماع الراجل الكبير من غير ما يعدي على الجمرك وتقلب؟ ماشي نتقلب المره دي. انا ما بشيلش سلاح. معقوله يا راجل معكش سلاح؟ معقولة حلاوتك دي؟ ده فاضي. ايه ده؟ مضرب تنس زي ما انت شايف.
مضرب تنس ده اخر؟ لا ده مضرب جولف. هنشوفك النهارده في الاجتماع. اتعلمت الحركه الخايبه دي فين يا بابا؟ الله يرحم في الحاره. طب خد. الله 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 الله، ده الباشا هنا كمان يا محاسن الصدف. جاي بقى في الغردقه تصييف ولا تكييف؟ شغل وتصييف. اللي قول لي يا جواني، انت رحت فين بعد موضوع الكازينو؟ مش فاكر يا باشا. لا افتكر كويس. بعد موضوع الكازينو؟ ايوه. مش فاكر يا باشا. يعني ما زرتش الخن؟ ما افتكرش يا باشا. ما تفتكرش كمان الدم اللي كان على جزمتك اللي بعت تشتري غيرها؟ يا باشا تلاقيني وانا باخد دقني نقطتين دم وقع الجزمه عصوها. ليه؟ انت بتحلق بالجزمه؟ انا بنام بالجزمه. طول عمرك. يكون في علمك احنا عارفين كل حاجه. انتوا مين؟ احنا والاثنين الشهود بتوع الجراج والاثنين المحامين بتوعك اللي قلبين عليهم الدنيا. حد يا رجاله فاكر حاجه من الكلام اللي بيقوله الباشا ده؟ لا يا باشا. ما تقلقش يا جواني، احنا وصلنا لهم خلاص. اوكي يا حبيبي. اوكي. انت اتعلمت انجليزي فين يا جواني؟ في كيجي وانا يا باشا. يعني النوس عينه. صدق يا عاصم، انا حاسس اني سبت اي كلام. ست مش جدع تاخد اسوره من راجل وفي النهايه تضحك عليه. انا هعملها شيء وانا صغيره، مش ده كلامك؟ خلاص بقى، ما انت صدقت. وبعدين الراجل قلبه هيتكسر لما يعرف ان لا يمكن هتجوزه. يا اخي راجل ايه بس؟ سكره هي اللي قلبها هينكسر لما تعرف اني مش مليونير. هي الدنيا كده، سابق خيل. انك طول عمرك تخسر عشان تكسب مره واحده. انت ايه اللي فكرك بالسبق دلوقتي؟ ما صدقني خلصنا منه. يعني انت معاك الاسوره وانا معايا سكره، يعني انت معاك الفلوس وانا معايا الحصان، فهمت؟ ايه؟ جالك زغطه ولا ايه؟ بابا بص هناك. يا نهار اسود. طب يلا بينا بقى نزق عجلنا بقى. يخلق مش شبه 40. ليه الحلوين مش من مصر ولا ايه؟ لا احنا سياح من بني سويف. انتوا فين يا حبيبي؟ مالكش دعوه. انا هنتصل بيه. احنا اللي هنتصل. هما طخ تاني، طخ عليك وطخ عليا. يا خسارتك يا زكي، انت هتقعد تعدد لي؟ اخلص. اللي هيجازيني ان احنا بعد ما نموت هنروح المشرحه، ساعتها هيكتشفوا ان احنا رجاله. صراحة دي موتة تكسف. تعرف تلم هدومك وتخلصني ونمشي من هنا؟ ده بلم ما هو طب يلا. عمري انت حاطط العاطي. انا بتحصر على سلمتي. ساكت كويس. احنا نبيع الاسورة ديت. ايوه واخد بالك، وننزل اسوان نعيش هناك محدش يعرفنا. شكلها هترس على كده. بقول لك ايه؟ احنا مش ناسيين حاجة؟ ما يتهيأليش. اه مريم دي حلاقة بسرعة. ثواني. كده خلاص. كله تمام مش ناسي حاجه. لا ناسيها. ايه؟ سكره؟ ايه؟ الناس بتجري ورانا وانت هتقعد تحب لي في التليفون؟ امال عايز ايه؟ عايزني اسيبها وامشي؟ وايه يعني؟ ما هو طول عمرك بتسيب النسوان تخبط راسها في الحيط. كلمت لما كنت بعزف ساكس مش لما بقيت مليونير. خلاص يا عم ابعت لها جواب، ابعت لها كارت، هنلاقي الناس دلوقتي قدامنا. الو؟ ايوه سليم ده من اليخت. الو؟ انا مبسوط اني سمعت صوتك. وانا هطق وهفرقع. اما انا حلمت حته دين حلم يجنن فظيع. امبارح تقدري تقولي ان انا ما نمتش كويس، يعني ما غمضتش عين. اول ما صحيت من النوم كان نفسي اكلمك بخصوص بقى ميعادنا النهارده. ما تكملش، هستناك عند المرسى بعد العرض. لا 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 مش هينفع، مسافر قطر. فعلا؟ انت اتخضيتي كده ليه؟ هتقعد قد ايه؟ مش عارف اجيبها لك ازاي. انا مش راجع. مش راجع؟ شغل. يعني تقدر تقولي ببساطة ان احنا هنعمل شركة تضامن مع شركة قطرية لصناعة الحلي. وعلى فكرة صاحب الشركة عنده بنت. اه فهمت. هو النوع ده من التضامن؟ وهي حلوة؟ هي حلوة. انا مصدقك.
على فكرة أنا بعتلك ورد اللي أنا بحبه. إيه ده ما وصلش؟ مش ممكن. وأنا من فضلك ممكن تشوفي إذا كان في ورد وصل على الباب أو لا؟ آه طبعًا. إزاي ما وصلكيش؟ ده أنا بحط مخصوص جهود بالطيارة. أنت بتعمل إيه؟ الله. في إيه؟ شش. فعلاً ده حلو قوي. أنا عمري ما جالي وردة حلوة كده. إيه ده؟ تحفة. دي ألماس حقيقي. دي تساوي مش عارفة. أنت على طول لذيذ كده؟ دي هدية متواضعة بعبر لك بيها عن مشاعري وعن اللي عملتيه معايا. أنا ما عملتش حاجة. حسب لوحده. طب مع السلامة بقى يا حبيبتي، أحسن إن يفوتوني. ها؟ جه الوقت اللي أقولك فيه ربنا يوفقك. مع السلامة. أنا مش عارف أنت عايز توصل ليه بالظبط. فين السويرة بتاعتي؟ بتاعتك؟ ايوه طبعا دي شبكتي. بقول لك يا زكي، احنا متفقين على اي حاجه تيجي بتاعتنا احنا الاثنين. ماشي يا اخويا. فين الاسوره بتاعتنا احنا الاثنين؟ اهدى بس، اهدى اهدى. اكيد عملت بيها حاجه غلط. تلاشي الاسوره في مكانها المظبوط. مين؟ مين؟ انا سكارة. ثانيه واحده. اتفضلي. اتفضلي. ايه يا سكارة في ايه؟ حسيت ان دماغي بتغلي. عجبتك؟ طول عمرها عجباني. هديته. هو سافر قطر، هيتجوز. هو قبلنا. هيتجوز؟ انا لو منك ارميها في وشه. مقدرش، ده اول راجل لطيفة قبله في حياتي. بعدين عمر ما حد جاب لي حاجة من غير ما يجوز حاجة. خلاص يا حبيبتي، لو انت محرجه اديهاني انا وانا ارميها في وشه. اوعي تقولي كده يا نونا. بكره تنسيها سكره. انساه؟ انساه ازاي؟ حتى لو فكرت كل ما هاكل لو اشوف حد بياكل ساندوتشات سوسيس هفتكره. ممكن اعرف ازاي تتصرف في سختي؟ كده لا هنعرف نسافر ولا حتى هناكل عيش. انت رايح فين؟ مش من باب يا ابني. تعال تعال. لا حد قدامنا ولا حاجه. اخلص. طب الساكسو والترمبت امسك. هوبا. ولا انا عمر. ايدك نظيفه؟ نظيفه يا ريس. وشي وقفل. وشي وقفل. بص كمان سيف. هات البت على 200 جنيه. امسح لي الجزم. عمر يا ريس. تخسر انت يا حلو. حتى مهجور. خلي غيرك يلعب بقى. على فكره يا ريس، انا سمعت كلام كده بيتقال والله اعلم ان الرجل الكبير زعل اللي حصل لقصدك، وبيتقال والله اعلم ان هما الاتنين كانوا زمر في زنزانه واحده. مش هي دي. قول انه كبر، قلبه ضعف، لازم يعتزل ويسيب المهنه. بقول لك يا ريس. قول اخويا. انا رايي انك تتقدم باقتراح في اجتماع النهارده. انت مالك قاعد يعني حمال الكلام ده؟ خليك في حالك، كمل، خلصني. دي مشكله يا ريس. ولا مشكله ولا حاجه. هيجي اليوم اللي نخليه يقابل استك ونأستكه. مساء الخير. مساء النحس. رايحين فين يا حلوين؟ رايحين في داهية. دول بنتين بتوع السلم يا ريس. شكلهم ايه البنات دي؟ شكلهم كده مش بنات من اصلا. صح كده، نفس الوشوش. والشنطه اهي.
عليها الرشاط. اه كده بقى يبقوا الاثنين المزكتيه بتوع الجراج. اه اسمع يا خفيف منك ليه، ما عرفتوش تخلصوني منهم هناك يبقى تخلصوني منهم هنا، مفهوم؟ هسنوني. يمين شويه. حاضر يا حاج. شمال شويه. حاضر يا حاج. هوبا طبعا كل يا مويسكا. وحياتي الله وحياتي الله. واحدة 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 واحدة. هو أطفل علينا. وحياتي الله وحياتي الله. كل شيء بالتفاهم عادي. واحدة واحدة واحدة. انت عايز ايه؟ انت لسك تلعب من زمان؟ تاني يا مدام. العب. اهلا 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 اهلا. امسكوهم. لا 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 عملتوا ايه؟ زاغ يا ريس. وانتوا كنتوا فين؟ كنا معاك يا ريس. طول عمرك كانك غبي وعارف انك هتوديني في داهيه. متقلقش يا ريس، بعد الحفله كله هيبقى تمام. دي قبل ما نبدأ حفلنا عايزين نقف كلنا دقيقة حداد على روح خمسة من أعز رجالتنا ماتوا السنة دي. أنا بقول نقف أحسن. يلا ماشي اظبط نفسك. انتوا عارفين سنة الحياة، لازم الواحد يجي عليه وقت يسلم الراية للي بعده. اسمعوني اسمعوني. انا عموما رشحت واحد من حبايبنا القدام. في مجموعة هتقول انه كبير في السن، في مجموعة تانية هتقول انه بيتعدى حدوده. الحقيقة انا بقول ان الراجل الشجاع صعب ان الواحد يتحكم فيه. هو صحيح موضوع الجراج ما كانش لازم يحصل علشان شكلنا وعشان علاقتنا، كمان موضوع الاثنين المزكتية اهمال، مش كده يا عجواني؟ اعتبرهم ماتوا
دول من 5 دقايق بس كانوا تحت ايديا. يعني فلتوا منك مرتين. ده يبقى اسمها مياصة. سوري اقصد تسامح. ما انت روحك عالية. على فكرة انا لما عرفت ان النهاردة عيد ميلادك قررت ان انا اهديك اكبر تورته. عيد ميلاد انا؟ ده فاضل عليه 4 شهور. يا راجل هي الشهور بتفرق بين الصحاب. يلا يا جماعة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy امسكوا الولاد دول. ايه اللي حصل؟ يبدو ان فيه مشاكل بينهم وبين التورته. هربوا مننا. ورايا. ما تشغلوش بالكم. مش هيقدروا يهربوا. رجالتنا في كل مكان. سمعتهم بيقولوا ايه؟ مش مهم. هما مش مراقبين المرسى. اتصل بسليمان بسرعه خليه يستنانا عند اليخت. واقول له ايه؟ قول له ان انت هتتجوزه. اتجوزه ازاي؟ والشرع والقانون. مش مهم شرع وقانون دلوقتي. المهم ما تموتش. اخلص. ولسه جوا افكار وتاهي
ربي، ولا كلام الحلو اللي قلتيه ده. انت يا زين راضي ارتقوا ارتقوا. اعتبر ده وعد يا بيبي. طبعا يا حياتي. اوكي باي باي. عملت ايه؟ خلاص مستنينا في المرسى. هوبا. اهلا يا نونا. ابني عصمة صاحبتي. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ايه اللي جابك؟ ما انا قلت لك انا مش نبيها قوي. شوف يا بنت الناس، انا مزيف، انا حي الله حته عازف ساكس في فرقه. اسمعي الكلام. انا عارفه. طب لما انت عارفه ما تعملي في نفسك جميله وترجعي، انت ممكن تتجوزي مليونير. مليونير؟ عارف حدوته المليونير اللي كان عنده عقده وما حلهاش غير الحب؟ عارفها ولا احكيها لك؟ لا انا مش عارفها. احكيها لك؟ يا ريت. على فكره يا روحي، ماما انبسطت خالص لما عرفت ان انا هتجوز، ومصممه انك انت لازم تلبسي فستان فرحه اللي اتجوزت فيه. لا اتجوز ايه والبس ايه؟ لا انا ما اقدرش البس فستان فرح مامتك، ده مؤكد، ده قديمه. انا عايزه فستان كاجوال. وماله يا عيني؟ نعمله كاجوال. لا اصل انت ما تعرفش عني حاجات كتير يا سلمان، يعني انا ما ينفعكش، انا ست مهمله قوي. يعني انا اللي نظامي قوي؟ ما انا مهمل يا روحي زيك. وماله؟ بصراحة أنا ست صايعة وكان ليا ماضي وعرفت رجالة قبل منك. يعني أنا اللي معرفش ستات قبل منك؟ أنا عرفت ستات ياما، ده أنا مقطع موصل. أنا مش هخلف أبدا حتى لو عملت فيها رامبو. وماله يا روحي؟ أنا مش عايز في الدنيا حد غيرك أنت يا غيري. إيه؟ إيه ده سليمان؟ ده مفيش احلى من قعدة الرجالة يا راجل. رجال. افتح 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 للهوا شبابيك.